ينضم إلينا من موسكو يوسف بقار مراسل الغد. إذن يوسف، هل بررت الحكومة الروسية طبيعة الارتفاع الكبير في عدد الإصابات وكذلك عدد الوفيات التي يعتبر رقم قياسي بالنسبة لروسيا؟ نعم وائل، في الواقع سجلت روسيا انخفاضا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بحصيلة تفوق 8700 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، ما يرفع إجمالي الإصابات في عموم البلاد إلى حوالي 308,000 حالة. أعداد الوفيات ارتفعت بشكل قياسي اليوم بعدما سجل مركز العمليات المختص بمكافحة فيروس كورونا حوالي 135 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات بسبب كورونا في روسيا إلى 2972 حالة وفاة. في الواقع هذا الارتفاع جاء بعد الانتقادات من وسائل إعلام أمريكية لروسيا واتهامها بأنها تتلاعب بالأرقام الحقيقية لأعداد الإصابات وأعداد الوفيات، هذا الأمر الذي نفته بشدة وزارة الخارجية الروسية وزارة الصحة التي أكدت بأنه ليس من مصلحة الأطباء الروس التلاعب في أرقام الوفيات أو في أرقام الإصابات. هذا سجال بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في أزمة كورونا. هناك أيضا بعده نوع من التعاون على الأقل في الشق الطبي. السفارة الأمريكية في موسكو أكدت اليوم بأن الولايات المتحدة سترسل حوالي 200 جهاز تنفس اصطناعي لروسيا بعد اتصال هاتفي دار بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في 17 من مايو. السفارة الأمريكية أكدت بأن أول دفعة ستصل إلى موسكو اليوم وباقي الدفعات ستصل حتى 26 من الشهر الجاري. عموما ما تقوله السلطات الروسية بأن أزمة فيروس كورونا باتت تحت السيطرة بعد الإجراءات يوسف التي تبنتها الحكومة الروسية، لكنها تحذر المواطنين الروس من عدم الاستهزاء بهذا الفيروس وتقول بأن مسار مكافحة هذا الفيروس لا يزال طويلا. شكرا جزيلا لك يوسف بقار مراسل غد، كنت معنا من موسكو.